السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع تحلية المياه البحر بولاية وهران، ومشروع تاع كابلون واللي يعرف وتيرة جد متسارعة، يعني من بين المشاريع الموجودة حاليا قيد الإنشاء عبر كل الساحل الشمالي. المشروع تاع وهران هذا هو الأكثر تقدما من حيث الوتيرة نتاع الإنجاز، ونعاود نلح إلى ضرورة التسريع في إنشاء هذه المحطات لتحلية مياه البحر وتوفير مياه الشرب لمجابهة التحديات المناخية التي نعرفها كلنا، أدت إلى الندرة في الأمطار وتوفير المياه، واللي تصبح في المستقبل مصدر النزاعات في كل دول العالم. إذن لابد وأن نتهيأ لهذا التحدي الكبير في توفير المياه في المستقبل. إذن نخليكم تابعوا الفيديو حول عملية إنشاء محطة تحلية مياه البحر بوهران، والسلام عليكم. لمواجهة نقص الأمطار وتأمين التزود بالماء الشروب، شرعت السلطات العليا للبلاد بصفة استعجالية في إنجاز عدة مشاريع لبناء محطات تحلية مياه البحر، من بينها مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر للرأس الأبيض الواقعة غرب ولاية وهران، والتي من شأنها أن تعزز من القدرات المائية لهذه الولاية وحتى الولايات المجاورة بقدرة إنتاجية تصل إلى 300,000 متر مكعب يوميا. هو مشروع استراتيجي تبنته السلطات العليا للبلاد لإيجاد حلا نهائيا لمشكل المياه في ولاية وهران وما جاورها. المحطة قدرة الإنتاجية 300,000 متر مكعب يوميا. معظم الدراسات الانجينيرينج انتهت، نحن الآن في مرحلة البناء، المنشآت القاعدية انتهت، وننتظر التجهيزات الأولية في نهاية ديسمبر 2019. ألف وخمسمائة عامل مسخرين لإنجاز هذا المشروع يشتغلون بنظام المناوبة عبر ثلاث فرق على مدار 24 ساعة، يتمكنوا من إنهاء أشغال إنجاز هذا المشروع الضخم في الآجال المحددة المقدرة ب14 شهرا. نعمل الآن بوتيرة جد متسارعة، حيث قمنا بتسخير جميع الموارد البشرية. يبلغ عدد العمال الآن حوالي 1500 عامل، وذلك بمراحل تناوب الليل والنهار. المشروع يتضمن شبكة توزيع ب 48 كيلومتر من الأنابيب خزانين، الأول بسعة 50,000 متر مكعب يقع بعين تاسا ببلدية عين الكرمة، والثاني بسعة 30,000 متر مكعب ببوسفر دائرة عين الترك، بالإضافة إلى خزانين لكسر الضغط. عندنا هنا دو كونديت ضامني يدخلون الماء بقدرة استيعابية تاع 700,000 في حوالي 700,000 متر مكعب. ومن عندنا ان دو كونتور لاميلار، عندنا دي بومب يدمروا لنا الدو كونتور لاميلار. لو دو كونتور لاميلار توقع لا ديكونتاسيون، مو لا ديكونتاسيون بار جرافيتي تعود لنا عندنا ان فيل خاصابل. في الار او عندنا 12 بومب، لي 12 بومب عندنا بومب بور 12 راك، شاك راك عنده 25,000 متر كعمق. المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر لرأس الأبيض بوهران مشروع استراتيجي سيؤمن إمدادات المياه للولاية، كما سيعزز القدرات المائية للولايات المجاورة على غرار عين تيموشنت، غليزان ومعسكر.